التيار الصدري هو موجود في العملية السياسية، وإن كان غائبا لكن هو روحا موجود، كيانا موجود، عقيدة موجود. هنالك الأتباع الذين يتبعون التيار الصدري أكيد موجودين، ولذلك هذه المظاهرة عنوانها الأبرز والأكبر هو ضد التواجد الإسرائيلي ونصرة للشعب الفلسطيني الذي اليوم حقيقة يحتاج إلى وقفة شعبية، وهذه الوقفة يجب أن تكون متضامنة مع وقفات أخرى ستكون من كل العراقيين وليست فقط للصدريين، ولكن الصدر هو دعا إلى أن تكون هذه المظاهرة المليونية مع كل العراقيين لإيصال رسائل بأننا لا نقبل الظلم. بالجانب الآخر الصدر يريد من خلال هذه يعني التجمع أو من خلال هذه المليونية أن يوصل برسائل كثيرة بأنه يجب أن تكون هنالك خدمات حقيقية ما عادت حتى اليوم العملية السياسية تؤتي بأكلها، كثير من المثالب التي سجلت عليها ونحتاج إلى إيضاحات، خصوصا بعد ارتفاع الدولار هذا الذي أثر على الوضع الاقتصادي، وحتى التهريب بدأ يأخذ منحى آخر. سمعنا أن النائب حتى حسين عرب تطرق إلى قضية بأنه أحد البنوك الأهلية الغير محلية أردنية، سمعنا أنه تستحوذ على أكثر من 70% من الحوالات، وهي كارثة كبرى اليوم حينما تتهرب العملة بهذه الطريقة واستنزاف للاقتصاد العراقي ولا يمكن السكوت عليه، ولذلك وجبت المراجعة الجدة في هذه القضية من البرلمان من كل القوى. وتدري هاي أثرت على المواطن العراقي، ولولا أن تكون هنالك سلة غذائية توزع قللت من حقيقة من ارتفاع الأسعار، وحفظت الفقير من مآلات خطرة كانت تذهب إليه يذهب إليه الفقير. ولذلك أنا أقصد هنا يجب أن تكون هنالك معاضدة من الكل في بقاء هذه السلة الغذائية، لأنها حقيقة حماية للفقير من جشع التجار. لذلك كل هذه الأمور والمخرجات يمكن أن تكون موجودة، وقضية الاقتصاد ورقة الاقتصادية يجب أن تكون هنالك حسابات قوية بها، لأنه ما ممكن المواطن العراقي يدفع الأخطاء والأثمان لحد هذه الفترة. السيد الصدر هو موجود، هو مراقب للعملية السياسية، هو يشخص ويعالج في نفس الوقت، وأعتقد أن هذه المظاهرة ستكون لديها أبعاد كبيرة وستكون دلالات كبيرة، وأن دائما الصدر يشخص ويعالج في نفس الوقت، ولذلك هذه المظاهرة ستكون رسالتها بالغة في الداخل والخارج.